ولا يفوتنا والحديث عن المنطقة الداخلية أن هناك صرحاً كبيراً من صروح الأمن في البلاد. فأكاديمية الشرطة التي شيدت في نزوة في يناير عام 1980 يرتبط تاريخ إنشائه بالاحتفالات بعيد الشرطة، وتضاهي أرقى الأكاديميات العالمية دراسة وتطبيقا وتخصصا في مجالات الأمن والدفاع. ويتلقى المتدرب أو المتدربة من خلال الأكاديمية تدريبات مكثفة وشاملة. إذا عرفنا أن الإجراءات هذه اللي تتبع في توقيع العقوبة، كما يتلقى الجنود والضباط بالأكاديمية محاضرات في مختلف الميادين المرتبطة بالقانون الجنائي وسبل مكافحة الجريمة وإدارة الأعمال وغيرها من الموضوعات بشكل يضمن تمكين الجندي والضابط من أداء رسالته في أمن الوطن والمواطن على أكمل وجه. تتبع نظام النيابة العامة وتوكل هذا النظام لوزارة العدل.